أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله من السماوات والأرض ومن ما شئت يا ربنا وما تشاء يا أكرم الأكرمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم اعطه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم افني أسماءنا في اسمه وأسماءنا في اسمه وصفاتنا في صفاته وذواتنا في ذاته يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإتماما لدروس التراجم الشاذلية سوف نتحدث هذا اليوم بإذن الله عن الشيخ سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنه وهو ابن سيدي محمد وفا القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي الإسكندري الأصل كان رضي الله تعالى عنه في غاية الظرف والجمال لم يرى في مصر أجمل منه وجها ولا ثيابا وله نظم شائع وموشحات ظريفة سبك فيها أسرار أهل الطريقة وسكرة الخلاع رضي الله عنه وله عدة مؤلفات شريفة وأعطي لسان الفرق والتفصيل زيادة على الجمع وقليل من الأولياء من أعطي ذلك وله كلام عالي في الأدب ووصايا نفيسة نحو مجلدات وردت عليه فأملاها في 3 أيام رضي الله تعالى عنه ولد بالقاهرة في سنة 59 و700 ومات أبوه فرباه هو وأخاه أحمد وصيهما العبد الصالح شمس الدين محمد الزيلعي وأدبهما فنشأ على أجمل طريقة وقعد علي هذا في مشهد أبيه وعمل الميعاد وعمره 17 سنة فأجاد وأفاد وبرع واشتهر كشهرة أبيه وأكثر ويقول المقرزي عنه وتعددت أتباعه وأصحابه ودانوا بحبه واعتقدوا رؤيته عبادة واتبعوه في أقواله وأفعاله وبالغوا في ذلك مبالغة زائدة وسموا ميعاده المشهد وبذلوا له رغائب أموالهم هذا مع تحجبه وتحجب أخيه التحجب الكثير إلا عند عمل الميعاد أو البروز إلى قبر أبيهم وتنقلهم في الأماكن فنال من الحظ ما لا ناله من هو في طريقهم وله رضي الله تعالى عنه مؤلفات كثيرة منها الباعث على الخلاص في أحوال الناس والكوثر المترع في الأبحر الأربع في فقه المذاهب السنية الأربع وله كتاب المسامع الربانية في التصوف وديوان شعر وموشحات وكتاب الواردات الإلهية المسمى بالوصايا فمن أقواله رضي الله تعالى عنه قوله في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا قال لما كان ظاهر هذا هو الموت الطبيعي استصعبه الغافلون واستهونه المشتاقون فخفف عن الطائفتين بتوجيهه إلى الموت المعنوي فقال موتوا قبل أن تموتوا أي جردوا نفوسكم من الصفات المذمومة تقيلوهما ويؤيده قول عمر رضي الله عنه في البصل فإن كنتم لابد آكليها فأميتوها طبخا يعني اطبخوها حتى يذهب خبثها فافهم وكان يقول رضي الله تعالى عنه الشيطان نار وحضرة الرب نور والنور يطفئ النار فلا تجاهد بأن تبعد معه أي مع إبليس أن تبعد معه عن حضرة ربك الحق ولكن جاهده بأن تواجهه بنور ربك فإن كان له نصيب في السعادة انطفأت ناريته وعاد نورا مسلما لا يأمرك إلا بخير وإلا أطفأه نور ربك وأحرقته شهبه فعاد رمادا يعني في كل خير فافهم ويقول رضي الله تعالى عنه من كتم سره ملك أمره ولم يكتم شيئا من أظهر من أظهر من الأحوال ما يدل عليه فلا تظهر لقومك إلا ما تعرف منهم قبوله منك لا تقصص رؤياك على إخوتك
الكشف من ربك العليم. يقول أيضا الكشف من ربك العليم والغطاء من وهمك البهيم، فلا تستعين على الكشف بوهمك، فإنه لا يزيدك إلا غطاء، ولا تخشى من ربك منعا عند صدق توجهك لوجوده لجوده، فإنه لا يوجدك إلا إعطاء، فافهم. ويقول رضي الله تعالى عنه أيضا صورة الأستاذ الناطق مرآة سر المريد الصادق. وكان رضي الله تعالى عنه يقول في حديث أبو بكر مني بمنزلة السمع، وعمر بمنزلة البصر، وبايع عن عثمان رضي الله عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة، وقال اللهم هذه يد عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بمنزلة اليد، وقال لا يبلغ عني إلا أنا أو علي، فعلي لسانه، واللسان أخص المراتب بالناطق. فلذلك قال علي رضي الله عنه أنا الصديق الأكبر، يعني للحق المحمد الصادق عليه، لا يقولها بعد إلا كاذب. ولما كان اللسان باب مدينة روح الكشف والبيان، جاء في الخبر أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا الخبر وإن كان في سنده مقال، فإن شاهد الحال يشهد به، وهو الثقة الأمين، فافهم. وكان يقول سيدي ووالدي صاحب الختم الأعظم، يعني سيدي محمد وفى، كان يقول فالشاذلي وجميع الأولياء من جنود مملكته فهو يحكم ولا يحكم عليه من سائر الدوائر، فلا يقال لنا لما لا تقرؤون حزب الشاذلي لأنكم من أتباعهم، فافهم. ولقد جاء عنه في هذا الصدد قوله وكان الأستاذ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه قطب الزمن السابع، وتنزل الناطق الأعظم الوفاء بختم الولايات في الزمن الثامن، فالكل في نظامه وجملة أعلامه ومعاني كلماتهم في ضمن كلامه، فافهم. وله شعر جميل جعله في ديوان، ومن شعره هذه القصيدة: حققت عهد محبتي وولائي بشهود توحيدي وحكم وفائي، وشهدت فيك حبيب قلبي راحتي وحياة أرضي وابتهاج سمائي، وألفت فيك تعشقي وتشوقي وتحرقي وتمزقي وفنائي، إلى آخر كلامه من مثل هذا القبيل. وتوفي رضي الله تعالى عنه عن 47 سنة، سنة 807 هجرية، يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة، ودفن عند أبيه بالقرافة. ولما توفي مولانا علي رضي الله عنه لم ترى قط جنازة مثل جنازته، وكانت جماعته وأصحابه يمشون أمامه ويذكرون الله تعالى بطريقة تلين لها القلوب الجفاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجعلنا على أثره. اللهم إنا نسألك الرضا والقبول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا شيخنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مولديه. اللهم بارك لنا في شيخنا يا رب العالمين. اللهم اجعله مباركا أينما كان. آمين آمين.